اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم المقارنات والاحصاءات والارقام الخاصه بهذه المباراه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. سوبر؟ ايه؟ سوبر؟ مبسوط يعني؟ طيب. خلينا نبدا باولى المقارنات اللي هتكلمنا عنها النهارده، ريني فايلر وحسام حسن. لاول مره طبعا في تاريخ ريني فايلر سيقابل كابتن حسام حسن، ولاول مره في تاريخ حسام حسن سيقابل ريني فايلر. طبعا يعني ريني فايلر يعتبر حظه مش حلو في المواجهات اللي عماله بتجيله. اول ماتش يبقى افريقيا خارج ملعبك خارج القاهره، تاني ماتش السوبر مع الزمالك، تاني ماتش بتلعب فرقه سموحه مع حسام حسن. وهنتكلم دلوقتي على ارقام كمان كابتن حسام حسن قدام النادي الاهلي، ارقامه كويسه جدا يعني. نعم طبعا الاول المقارنه ما بينهم الاثنين كده، يمكن كابتن حسام حسن 53 سنه، ريني فايلر 46 سنه، سويسري عمره بيجري برضه. كابتن حسام حسن 53 سنه، انا افتكر لما كنا بنلعب. يلا خلينا بعدين بقى نتكلم في الحاجات. يمكن هو ماسك سموحه من شهر 2/2/2019. ريني فايلر ماسك النادي الاهلي طبعا يعتبر 1/9 او 31/8، ده لعب مباراتين، ده في الموسم الماضي مع سموحه لعب 11 مباراه. اعلى ترتيب وصل ليه ريني فايلر كان ال 42، اعلى ترتيب وصل ليه كابتن حسام حسن 96، ده كان سنه 2015. ايوه يمكن في البطولات كافضل مدرب يعني. كافضل مدرب لا على المستوى العالمي. ايوه افضل مدرب على المستوى العالمي. اللي يمكن البطولات كابتن حسام حسن حتى الان لم يحصل على اي بطوله مع اي نادي كمدرب. كمدرب لكن ريني فايلر اخذ الدوري البلجيكي، اخذ السوبر البلجيكي، اخذ السوبر المصري. النادي الاهلي طبعا بيديك بطولات على طول يعني. تمام. نيجي بقى للانديه اللي دربها الاثنين، هنلاقي ان كابتن ريني حسام حسن الاول مسك طبعا الزمالك والمصري والاتصالات ومنتخب الاردن والاسماعيلي والاتحاد وبيراميدز، مسك انديه كتير جدا يعني. برضه ريني فايلر مسك انديه كلها، يمكن دي اول تجربه في افريقيا مع النادي الاهلي. مسك الاول لوزيرن السويسري، اندرلخت البلجيكي، نورنبرج الالماني، اراو السويسري، شافهاوزن السويسري، برضه كلها انديه يعني طبعا اوروبيه. ده بنعرف الناس كده بالسي في سريعا ما بين الاثنين المدربين. نيجي نبص بقى على ارقام كابتن حسام حسن قدام المدربين الاجانب اللي تولوا النادي الاهلي، دي الملحوظه المهمه جدا، والنهارده خطوره الماتش في الحته دي. طيب الكابتن. قبل بس ما نتكلم معلش دكتور احمد، خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب يقول لنا ايه اللي بيحصل هناك. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك يا كابتن اسلام ولدكتور احمد ثابت ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد، مشوار جديد، بطوله جديده بيبداها النهارده النادي الاهلي في طريق دفاعه عن درع الدوري والبطوله رقم 42 بمشيئه الله. النهارده بيلاقي فريق سموحه على استاد برج العرب. انقل لحضرتك كابتن اسلام كواليس وتفاصيل معسكر النادي الاهلي. النهارده تناول الفريق وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30 ظهرا. المحاضره الفنيه مستر ريني فايلر كانت في تمام الساعه 3:30 عصرا، ثم توجه الفريق وتحرك الى ملعب المباراه في تمام الساعه 4:15. وصل الفريق الى ارض ملعب برج العرب في تمام الساعه 4:00، ثم وصل طاقم تحكيم اللقاء بقياده الكابتن احمد الغندور. تفاصيل وقائمه ال 18 زي ما حضرتك عارف يا كابتن اسلام اللي تم اعلانها مستر ريني فايلر لهذا اللقاء، حتى الان لم خرجش اي تشكيل، سواء تشكيل النادي الاهلي او تشكيل فريق سموحه. قائمه ال 18 الشناوي، شريف اكرامي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني. خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السلية، حسام عاشور، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات، أفشة وجيرالدو، اثنين رؤوس حربة، جونيور أجاييه ومروان محسن. مجموعة المستبعدين يا كابتن إسلام كانت أدت تمرين صباحي مع مستر ديفيد سيزا. دي كل الكواليس اللي كانت موجودة في معسكر فريق النادي الأهلي. طبعا التصميم على بداية تكون موفقة بإذن الله لدرع الدوري هذا الموسم. طوى الفريق صفحة بطولة السوبر مع انتهاء البطولة وانتهاء الاحتفالات. سريعا بنطوى صفحة البطولة، نبدأ في صفحة بطولة جديدة. زيارة الكابتن محمود الخطيب للفريق كان ليها أثر بالغ على اللاعبين في مزيد من الروح المعنويه وارتفاع الروح المعنويه للاعبين. ان شاء الله نكون البدايه ان شاء الله موفقه النهارده. تمام. في مباراه سموحه. خلال لحظات يا كابتن اسلام هيتم اعلان التشكيل، اول ما يطلع التشكيل ان شاء الله هنكون متواجدين مع حضرتك كابتن اسلام. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب. زي ما حضراتكم شايفين اول ما هيظهر التشكيل بشكل رسمي هنقوله لحضراتكم.
اتفضل. يمكن كابتن حسام حسن دي صعوبه المواجهه في النقطه دي، ان هو دايما قدام المدربين الاجانب في النادي الاهلي بيعمل نتائج كويسه جدا. يمكن هو فاز، لو عرضنا الارقام هنلاقي ان هو فاز من 10 مباريات 5 مباريات، خمس يعني 50%. الحاجه الثانيه رقم كبير جدا يعني. وقدام النادي الاهلي طبعا. الحاجه كمان الملحوظه المهمه قوي ان النادي الاهلي خرج بشباك نظيفه من ال 10 مباريات 3 مباريات بس. يعني دايما بيسجل قدام النادي الاهلي، بيلعب كره هجوميه ما بيخافش. ده طبع كابتن حسام. لعيبه النادي الاهلي جابوا 12 هدف، لعيبه كابتن حسام احرزوا 17 هدف. النادي الاهلي فاز 3 مباريات وتعادلوا 2. امام الفرق اللي كان بيلعب فيها او ماسك فيها مدربين اجانب، اللي هو الاجانب حسام حسن قدام المدرب الاجنبي للنادي الاهلي. ده اللي احنا هنعرضه في المقارنه اللي بعدها. تمام. بالتفصيل بقى مين المدربين الاجانب اللي لعبوا حسام حسن. يلا اتفضل. هنبص نلاقي هو لاعب مانويل جوزيه 4 مباريات، حسام حسن كسب 2 وخسر 1 وتعادلوا 1. قدام جريدو لعبوا 2، حسام حسن كسب 1 وتعادلوا 1. قدام مارتن يول لعبوا 1، حسام حسن كسب فيها. كارتيرون لعب 1، كارتيرون هو اللي كسب حسام حسن. لاسارتي لعب 2، 1 كسب حسام حسن فيها ومباراة كسب فيها لاسارتي اللي هي كانت بالهدف الأخير قدام جيرالدو، هي المباراة الأخيرة. فإذا أرقامه ونتائجه قدام المدربين الأجانب بيحاول دايما يقول إن أنا الأفضل. كابتن حسام حسن دايما يحاول كده، عنده الحتة دي، جريء ما بيخافش. النادي الاهلي خرج بشباكه نظيفه 3 مباريات بس من 10، ده بياكد لك ان هو بيلعب كره هجوميه قدام النادي الاهلي وبيلعب دايما ضغط عالي. بياكد صعوبه هذه المباراه. وبياكد طبعا صعوبه المباراه، بياكد ان زي ما قلنا في البدايه ان ريني فايلر عنده 3 مباريات في البدايه صعبين جدا. وكمان بعد كده رايح لكابتن مختار مختار مع الانتاج الحربي ولكن ده قدر الكبار، يعني المدرب الكبير دايما هو اللي بيتولد من رحم المعاناه. لحقتني انت على طول، انا كنت هقول لك ما هو ده الطبيعي ان احنا لازم ده قدر النادي الاهلي يعني. نعم. طبعا ده يمكن دي المقارنه ما بين حسام حسن، ما بين الكابتن حسام وما بين مستر ريني. عايزين بقى برضو نتكلم على اللاعبين الراحلين عشان نذكر الناس باللعيبه اللي مشت من سموحه واللعيبه اللي انضمت. مين اللي ممكن يبقى موجود؟ يمكن لو بصينا على اللاعبين الراحلين من سموحه سريعا هنبص نلاقي اميد اوكري مشى، محمود سيد، اسلام صالح، احمد تمساح، ابراهيم عادل، كناريا، عصام ثروت، محمد ابو جبل، عبد العزيز امام. يمكن ابرز اللعيبه اللي مشت اميد اوكري، محمود سيد، اسلام صالح، تمساح، ومحمود ومحمد حمدي زكي طبعا، محمد ابو جبل، محمد فتحي. ده يمكن اللعيبه اللي رحلت. طب اللعيبه اللي انضمت مين؟ محمد نادي من الجونه، محمد كوفي، عمر صلاح، بيبو من وادي دجله، يوسف علاء، رونالد نجاه، وده المهاجم اللي قد يكون مفاجاه كابتن حسام حسن النهارده، مهاجم كاميروني منضم من القادسيه الكويتي. طبعا نعم. ناصر ماهر وفوزي الحناوي النهارده مش هيلعبوا عشان بند الاعاره بتاع النادي الاهلي. الهاني سليمان، حليمو، اسلام الفار، احمد جمال، سيف فاروق جعفر. مجموعه كبيره جدا من من الصفقات الجديده. طبعا من الصفقات الجديده هنشوف بقى المباراه هتبقى ماشيه ازاي وفي اتجاه مين. خلينا نروح بقى مقارنه ما بين سريعه جدا ما بين رمضان صبحي وشريف رضا وشريف رضا جناحي نادي الاهلي ونادي سموحه. يمكن دي مواليد كام؟ رمضان عنده 22 سنة 97 يعني 97 هيفضل 97 ولا ممكن يتغير؟ لا لا هيفضل هيفضل 97. طب اتفضل. هو ما شاء الله يعني، بس دايما بنقول على رمضان محتاج يزود الفينش. نفسي نشوف النهارده بقى رمضان يزود عدد اهدافه في بداية الموسم. شريف 22 سنة ورمضان 22 سنة، الاثنين نفس السن على فكرة. شريف رضا لعيب مميز جدا، كويس قوي، وهيبقى مفتاح مهم جدا لكابتن حسام حسن. يمكن هو اتوقع ان كابتن حسام هيلعب بثلاثة ارتكاز بنسبة 90%، هيلعب بثلاثة ارتكاز قدام النادي الاهلي براسين حربة وممكن راس حربة وتحته اثنين. تمام. لكن الاغلب ان هو 3 ارتكاز. عندنا شريف رضا ورمضان. رمضان طبعا لعب 154 مشاركه في الدوري مع جميع الانديه، مسجل 32 هدف و32 اسيست، نفس الرقم. تمام. شريف رضا عامل مسجل 2 و3 اسيست. يمكن المباراه الدوليه طبعا رمضان اكتر. تمام. نبص خلينا نروح لعلي معلول واحمد فتوح. تمام. علي معلول واحمد فتوح هنا الباك الشمال هنا والباك ليفت هنا. اتفضل. 29 سنه و21 سنه. طبعا علي معلول خبرات اكتر من احمد فتوح بكتير. ايوه. علي معلول يمكن هو عامل مسجل 51 هدف، يمكن من اكتر الباكات الشمال اللي شفتها بتجيب اهداف. عامل 71 اسيست، مقارنه طبعا باحمد فتوح ما سجلش ولا هدف مع جميع الانديه وعامل 4 اسيست. نقطه قوه كبيره جدا في النادي الاهلي. طيب طبعاً. التشكيل المتوقع بقى لنادي سموحه. النادي سموحه توقعت الزمالك فيما عدا مصطفى محمد اللي هو يعني مصطفى محمد ما بدأش ومهاجم. تمام. تشكيل متوقع لنادي سموحه. طيب. النادي سموحه النهارده اعتقد 4-3-3 الاقرب. الهاني سليمان في حراسه المرمى. ايوه. وفي برضه عمر صلاح، ولكن الهاني سليمان قد يكون اقرب بخبراته. الاثنين المساكين محمود عزت ورجب نبيل. الباك اليمين كريم يحيى، الباك الشمال احمد فتوح، الثلاثه في النص يوسف ديوب، وده لعيب غيني جاي من نادي الشمس.
ايدو امومو ده اللي هو معاهم من السنه اللي فاتت، واحمد حمص. تمام تمام. وفي فارس مجاهد برضو ممكن يخش اللي هو اللعيب الشاب. لعيب الشاب كارتكاز. تمام. الثلاثه اللي قدام في اسلام الفار كجناح، وفي شريف رضا اثنين جناحين طبعا عندهم السرعه عندهم المهاره، هيعتمد ان هو يستغل المساحات اللي ورا محمد هاني وورا علي معلول وقدام المهاجم اللي هو جايبه جديد. انا سايبك تقول محمد هاني، انت كل مره بتقول محمد هاني. خلاص بقى عشان احمد فتحي مستبعد. ورونالد وانجا طبعا ده مهاجم كاميروني، احنا معانا صورته، هنلاقي الصوره اخر صوره يا جماعه معانا اللي هي الصوره اللي قبل الاخيره، هنلاقي صورته نوري برده شكله للناس. هو مهاجم قوي بدنيا قوي وجسمه قوي، هو ده اللي قدامنا على الشاشه. تمام. هو ده رونالد نجاة، ده اللي هيبقى المهاجم اعتقد بنسبه 90% النهارده اللي هيبدا. اخر مقارنه عايز الناس تشوفها ما بين الهاني سليمان وما بين محمد الشناوي. طبعا ما بين حارس المرمى هنا وحارس المرمى هنا، الهاني سليمان طبعا خبره كبيره وخبره في تضييع الوقت، يعني اعتقد ان احنا هنعاني النهارده ان شاء الله ما نعانيش ونجيب جون بدري ونخلص الماتش من بدري يعني. تمام. محمد الشناوي 30 سنه، الهاني سليمان 35. محمد الشناوي لعب في الدوري 190، الهاني لعب اكتر 215. الشناوي عنده 70 كلين شيت، الهاني سليمان عنده 62. محمد الشناوي استقبلت شباكه 181 هدف، والهاني سليمان 277 هدف. بالنسبه لطول القامه طبعا الشناوي اطول 1.91 سنتي، لكن الهاني سليمان 1.87 سنتي. من وجهه نظرك سريعا جدا، مين اللي يقدر ينهي هذه المباراه لصالحه؟ اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله يعني، بس اهم حاجه نجيب جون بدري عشان نسهل المباراه. دايما مباراه كابتن حسام حسن لما بتجيب جون بدري بتسهل المباراه، وان شاء الله ما بيعرفش يرجع يعني. عموما هننتظر ماذا سيحدث في هذه المباراه، وننتظر دكتور احمد ثابت ومقارنته واحصاءاته الرقميه بعد نهايه هذه المباراه. نعم قول لي يا محمود. طيب التشكيل المباراة، معلش اتفضل. طبعا تشكيل المباراة، محمد الشناوي لحراسة المرمى، رامي ربيعة وعودة جديدة وأيمن أشرف، محمد هاني وعلي معلول، وحمدي فتحي والسولية، وفي الأمام رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة، وجيرالدو، ومروان محسن في الهجوم. مرة تانية خليني أقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في هذه المباراة. محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، رامي ربيعة وعودة بعد الإصابة، أيمن أشرف وعودة بعد الإيقاف، وحمدي فتحي وعمر السولية اثنين في وسط الملعب، ومن أمامهم ثلاثي جيرالدو ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي ومروان محسن. تغييرين يعني جيرالدو ومروان محسن، جيرالدو بيكون بديلا لحسين الشحات في هذه المباراة، أو يعني هيلعب بشكل أساسي في هذه المباراة عن المباراة السابقة. جونيور أجاييه مش موجود في التشكيلة الرئيسية لهذه المباراة. خلينا نطلع فاصل، أشكرك جدا يا دكتور أحمد، إن شاء الله نتقابل بعد نهاية هذه المباراة. هنطلع فاصل وبعد الفاصل تقرير عن حكم المباراة أو طاقم التحكيم لهذه المباراة، بعد كده نستقبل كابتن أيمن دجيش يكلمنا عن طاقم التحكيم لهذه المباراة.